مرحبا بكم مشاهدينا دائما في حصة مع السفير اللي طلع لكم عبر قناة النهار تي في، ودائما الموضوع انتم اللي تختاروه وانا ما عليا غير نلبي طلب ديالكم والإجابة على كل أسئلتكم من خلال الحصة. إذا الموضوع اليوم كذلك انتم اللي اخترتوه سيدتي، وهو يعني قناع من أجل التخلص من كل الشوائب اللي تكون على البشرة. والقناع جد جد بسيط، مكونات أبسط يعني من الموضوع. عندنا هنا ياغورت طبيعي وعندنا الليمون، هذا ما كان عندنا ياغورت طبيعي وعندنا الليمون. اذا واش نديرو هنايا؟ راح نجيبو الليمون بيان سور، اكيد راح نعصروه على الياغورت الطبيعي هكذا نعصروه، لكن نكثروا من الليمون، يعني مليح انه نكثروا من الليمون لانه الليمون ديجا وحده هو مطهر طبيعي. اوكي هكذا ثم انا راحين نخلطوا كل المكونات مليح هكذا. فيما بعد انا رايحين يعني هذا الخليط اكيد رايحين نحطوه على الوجه ديالنا ولا الرقبه تاعنا باش يعني نطفو البشره تاعنا. رايحين نجيبوا شويه هكذا يعني نغمسوا ونحطوا الخليط على البشره تاعنا وجهنا ولا قلت لكم الجسم تاعنا كله. راح نخلو الخليط هذايا مده 40 دقيقه، راح نفهمكم علاش. لما نخلو هذا الخليط مدة 40 دقيقة راح نعطول الوقت أنه يتنطهروا البشرة تاعنا، وكذلك كما نقولوا نطفوها من كل هذوك الشوائب، لأنه لما نخرج خاصة السيدة صح لما تكون يعني السيدة اللي تعمل وتخرج للشارع راهي رايحة يعني تقابل هذاك الغبار، تقابل التلوث، راح تقابل كثير من الأشياء في الشارع، فبالتالي الفابسوربي كاملة يعني هذوك الأشياء اللي تكون مضرة بالبشرة تاعنا. فمن الأحسن السيدات يعني اللي يخرجوا بزاف برا ويعملوا، من الاحسن انهم يعني يستعملوا هذا القناع البسيط يوميا يوميا. كل ما تدخلي من الدار انا رايحين يعني نطفوا بيان سور وجهنا، الا كانت يعني محطه يعني مستحضرات تجميل فرايحه تنحيها تغسل وجهها مليح تنشفوا ثم تستعمل هذا القناع. اولا راح البشره تاعنا راح تسترخي يعني البشره تاعنا، راح كذلك تتنظف، راح تتغذى، وبالتالي راح نتخلصوا من كل هذوك من الترسبات والشوائب والغبار هذاك اللي راح يكون على وجهنا. اذا كان هذا موضوع اليوم اللي هو جد بسيط لكن الفعاليه تاعو رهيبه جدا، لانه قلت لكم يطهر البشره، ينقيها ويغذيها ويصفيها في نفس الوقت. وكذلك دائما ما ننساوش انه لازم نهتموا بنفسنا، يعني نعطوا الوقت شويه باش هكا نهتموا بنفسنا، نهتموا ببشرتنا، نهتموا بكل يعني ما يخص المراه. اذا دائما لما نختموا قلنا نختموا بمثل شعبي ولا ببقاله، واليوم كذلك مثلنا الشعبي يقول اصبر ثم اصبر لانه كل باب مقفول اكيد عنده مفتاحه. كانت معك وسيله ابو لحيه في حصه مع السفيره، تلقوا في عد اخر ان شاء الله. سلام.